بعلي جهة ابراهيم الحردان تهيأ لعلي حسن كرة الصد في خليل ابراهيم تحول الرفاع الغربي خليل ابراهيم لعبد الله طاهر عبد الله جهة اليمين ناقلها لمحمد الجزيري وهاجم الرفاع الغربي محمد كرة خطرة هذه ويمر خطرة وبيحطها في المرمى الله كرة محمد الجزيري بتمر من فوق المرمى خارج ارض الملعب مدرب نادي المحرك مدرب التونسي عبد الرحمن بن منصور اللي يقود طبعا نادي المحرق 4 دقائق بداية المباراة لقاء المحرق والرفاع الغربي في ختام كأس الاتحاد وبتلكو كرة بتلعب توصل عبد الرحمن راشد بيسدد في المرمى جول محمد سلطان محمد سلطان في الدقيقة الرابعة محمد سلطان في الدقيقة الرابعة بيحط أول أهداف المباراة وأول أهداف المحرق هدف المحرق ولا شيء الرفاع الغربي تسديده من محمد من عبد الرحمن راشد يحول كره باسه محمد سلطان على يسار جمال الرويعي مسجل اول اهداف المباراه واول اهداف الرفاع المحرق شوف عبد الرحمن راشد لما سدد ومحمد سلطان كملها براسه في المرمى في الدقيقة الخامسة هدف لصالح الرفاع هدف لصالح نادي المحرق ولا شيء الرفاع الغربي وتشوف محمد سلطان وفرحته بعد تسجيله لهدف المحرق جمهور نادي المحرق اللي كان وما زال يؤازر المحرق من خلال مباراة اليوم حرق هدف وغربي لا شيء يوسف لهشام البلوشي مقطوعة من عزيز عيد تحول هجمة مرتدة للرفاع الغربي محمد الجزير بيحاول يعلي على بالفعل جهة عباس عبد المجيد مقطوعة بالراس من احمد حسن هشام البلوشي بيكمل كرة توصل لعبد الرحمن راشد حلوة في مكان جيد وهاجم المحرق لمحمود يوسف كرة خطرة على مرمى الرفاع الغربي كرة هذه خطرة وبيحاول يمر محمود تهيأ وعلى طول تهيأ لي عبد الرحمن راشد بيحاول يحطها في المرمى جول لصالح نادي المحرق بيسجل اللاعب عبد الرحمن راشد يحط الهدف الثاني في الدقيقة 29 عبد الرحمن راشد يحط الهدف الثاني للمحرق في الدقيقة 29 كرة تهيأت له من محمود يوسف راح نشوفها بعد شوية وتشوف جمهور المحرق بفرحته بعد تسجيل عبد الرحمن راشد الهدف الثاني تشوف الكرة تهيأت لمحمود يوسف وهيئها لعبد الرحمن راشد هيئها لنفسه بيساره ومر من لعيبة الرفاع الغربي وحطها على يسار جمال الرويعي مسجل الهدف الثاني لصالح المحرق عبد الرحمن راشد بعد تسجيل الهدف الثاني فرحان وهدفين لصالح المحرق لا شيء الرفاع الغربي الهدف الثاني سجله عبد الرحمن راشد في الدقيقة 29 ملعوبة لكريم سيف كابتن الرفاع الغربي لمحمد الجزيري كرة بطوعة لمحمد توصل إبراهيم زايد إبراهيم ناقلها لهشام البلوشي هشام حلوة لمحمد سلطان كرة خطرة بينفرد محمد سلطان هو المرمى بيحطها الله بتمر الكرة هذه محمد سلطان ختامية واضح جمهور وفي الواقع واقفة من بداية المباراة وكالعادة جمهور المحرك في مثل هذه المناسبات وكرة بتلعب هاجم المحرك جاي في اليمين حب سجل في المرمى عبد الرحمن راشد ينفرد من المرمى بيحطها على يمين جمال الرويعي مسجل الهدف الثالث لصالح نادي المحرق في الدقيقة 26 عبد الرحمن راشد بيحط الهدف الثالث لنادي المحرق في الدقيقة 26 ثلاثة المحرق ولا شيء الرفاع الغربي راح نشوف الهدف الثالث شوف الكرة اللي تهيأت لي عبد الرحمن راشد على طول هيئ نفسه وسددها على يمين جمال الرويعي بيحط الهدف الثالث لصالح نادي المحرق في الدقيقة 26 الهدف الثالث لصالح نادي المحرق وتشوف عبد الرحمن راشد وفرحته بعد تسجيله للهدف الثالث تلعب كرة عالي من يوسف جوهر مقطوعة بالراس
وتسديده جوه المرمى خارج ارض الملعب، ركله مرمى لصالح نادي محرر. كبار الشخصيات المتواجدين بالمقصوره الرئيسيه باستاد البحرين الوطني، وفي خاطبه اللعب عاليه وخطره تنحط ويبعدها علي حسن. حلوة أخطر كرة. أخواني الرياضيين، حصد فريق نادي المحرق لكرة القدم يوم الخميس الماضي أولى البطولات الكروية في الموسم الرياضي 89-90 عندما فاز على فريق نادي الرفاع الغربي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، أهلته لنيل بطولة كأس الاتحاد وباتلكو لكرة القدم. وحضر المباراة النهائية في المسابقة وتوج المحرق بطلا سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم وعدد من الشخصيات الرياضية وجمهور من عشاق اللعبة. وكأس البطولة كأس الاتحاد وباتلكو راح يسلم لكابتن نادي المحرق علي حسن. مبروك، ألف ألف مبروك للأخطبوط الأحمر ونادي المحرق فوزه بكأس الاتحاد وبتلكو في هذا الموسم 89-90. مبروك المحرق فوزه بكأس الاتحاد وبتلكو، وواضح لعيبة نادي المحرق يسلمون الميدالية الذهبية من سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم بعد تتويجهم وفوزهم على المركز الأول.